أهلا وسهلا بكم مرة ثانية أعزائي مع مقطع جديد من محاضرة الـ General Urine Examination. وصلنا إلى الكيتونز in the urine، وكنا نعرف أنه الكيتونز هي إذا شفناها بالإدرار، إذا شفناها بالإدرار باليورين معناها هذا شيء abnormal، يعتبر normally لازم تكون الكيتونز باليورين negative. زين، الكيتونز يقدر واحد يقول لي مثلا ينتجي، طبعا هذه الكيتونز اللي هي عندنا ثلاث انواع مهمه اللي هي الاسيتون والاسيتو اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد. هذني هنا ثلاثه انواع من الكيتونز اللي هي الاسيتون، الاسيتو اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد. تتجمع هذه في اليورين أو بالأحرى منين تتكون؟ تتكون كناتج منين؟ من الفات ميتابوليزم. شون يصير الفات ميتابوليزم؟ ليش دي يصير الفات ميتابوليزم؟ دي يتكسر الفات، دي يتحطم الكاد، دي يصير بميتابوليزم بسبب نقصان الكربوهيدرات، أو أنه الكربوهيدرات تكون insufficient. ليش؟ لأنه البدي يحتاج إلى إنرجي. كربوهيدرات ما موجود يتوجه المن إلى الفات ميتابوليزم، فالناتج مالته هو الاسيتون والاسيتو اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد اللي هن يعتبر من الكمن كيتونز اللي تتكون في هذه الحاله. بعض الحالات اللي ممكن ان نلقى الكيتون بوزيتيف باليورين، طبعا كنا نعرف انه الان كنترول دايابيتس، وبالاضافه الى ذلك هو الدايابيتيك كيتو اسيدو، من اسمها كيتو اسيدوسيس دايابيتيك كيتو. دول جماعة التايب 1 دايابيتس ميليتس، التايب 1 دايابيتس ميليتس ممكن يصير عندهم ان اللي هم نفسهم الان كنترول دايابيتس، ما واصلين الى مرحلة الكيتو اسيدوسيس، او اللي هم دايابيتيك كيتو اسيدوسيس. بعد الحالات الاخرى اللي هي السيفير اكسرسايز ممكن يطلع عندنا كيتونز، الستارفيشن الجوع او المجاعة، الفوميتينج والبريجننسي. هذه الحالات اللي ممكن أنه تنطينا كيتون بوزيتيف باليورين. خلصنا الكيتون، ندخل إلى موضوع النايترايت تيستينج اللي هو مو في كل الأحوال أنه يستخدم، لكن إذا استخدم فأيضا ينطينا فد كلو للتشخيص بعض الانفكشنز. طبعا النايترايت له علاقة بالانفكشن، يعني باليوتي آي بالدرجة الأولى. هذا التيست نايترايت تيست طبعا هو يعتبر سبيسيفيك، هسا نعرف شنو سبيسيفيك، لكن نوت سنسيتيف، نوت سنسيتيف. هسا نعرف شنو معنى سبيسيفيك. بالنورمال يورين شلون الكيتون نفس الطريقه، انه النورمالي النايترايت نيجاتيف، لكن اذا لقيناه باليورين معناه شنو ذلك؟ معناها انه صاير اليورينري نايتريتس نايتريت كونفرتد تو نايترايت بواسطة بكتيريا. معناها شنو عندنا؟ لازم عندنا انفكشن، يعني يو تي اي. اليو تي اي هذا اللي سببه بكتيريا، ليست كل انواع البكتيريا تحول النايتريت الى نايترايت، فقط البكتيريا اللي راح نقولها هي هذه. البوزيتيف نايترايت ريزلتس يدل على شنو؟ يدل على شنو؟ الإيكولاي كليبسيلا بروتياس، الإيكولاي كليبسيلا بروتياس انتيروباكتر ستروباكتر وسيدوموناس. معناها السبب مال اليو تي اي هاي الأنواع من البكتيريا، لذلك هو شنو؟ احنا قلنا سبيسيفيك، سبيسيفيك لهذه الأنواع من البكتيريا فقط. يعني ممكن اكو بكتيريا اخرى سبب يو تي اي وما تحول عندنا النايترايت الى نايترايت، طبعا اكيد. مثل ايش؟ مثل الستاف اوريس، الستافيلوكوكس، ستريبتوكوكس والهيموفيلس. هذه كلها ممكن تسوي، اكيد تسوي لنا يو تي اي، لكنه ما تحول عندنا النايترايت الى نايترايت حتى شنو؟ حتى نقيسه بمن او نتحسسه بالستريب بالدبستيك هاي الشريط او بفحص النايترايت. زين، فبهالحالة يعتبر specific لأنواع من البكتيريا،
ونون سبيسيفيك لغيره. اذا هو سبيسيفيك لبعض انواع البكتيريا لكن نوت سنسيتيف. ليش؟ لانه اكو انواع من البكتيريا اخرى ما يتحسسها، فاذا هو نوت سنسيتيف. لكن على الاقل يفيدنا، يقول لنا انه اكو، اذا كان بوزيتيف معناها شنو؟ يقول لنا انه اكو انفكشن، والانفكشن بهاي البكتيريا اللي هي قلنا عليها الايكولاي، الكليبسيلا، البروتياس، والانتيروباكتر والستروباكتر والسيدوماناس. لكن اذا طلع نيجاتيف نايترايت يستبعد هذا اكسكلود يو تي اي؟ طبعا لا يستبعد اليو تي اي، لانه اكو انواع اخرى من البكتيريا مثل الاستافيلوكوكس والستريبتوكوكس والهيموفيلس ممكن انه هي تكون السبب، وهاي ليست قادره على شنو؟ تحويل النايتريت الى نايترايت. هاي خليها ببالك. لذلك يكون هو specific لكن not sensitive. زين، لذلك مثل ما قلنا الـ negative test result does not rule out the UTI. هذه الفائدة الوحيدة اللي ممكن نستفيد منها من هذا الفحص اللي هو النايترايت. خليها ببالك شيء وحيد. خلصنا النايترايت، نجي إلى الوايت بي سيز كونتين الوايت الليكوسايت استريز اللي هو علاقة بيمن بالوايت بي سي. طبعا الوايت بي سي الوايت بلاد سيلز اللي ممكن نلقاها باليورين هي عندها اكيد هي في كل الاحوال عندها هي انزيم، هي عاده عندها انزيم، هذا الانزيم يسموه ليكوسايت استريز. اللي هذا يتحرر منين؟ من الوايت بي سي اللي ممكن يصير بها شنو؟ لايسيس، اللي ممكن يصير بها تحلل. النورمالي قليل جدا من الوايت بي سي البي سيز ار بريزنت ان ذا يورين، فلذلك التست ما راح يتحسس شنو، الستريب ما راح تتحسس هذه الكميه القليله من ليكوسايت استريز. لكن اذا النمبر مال الوايت بي سي باليورين انكريز زاد، بهالحاله راح تطلع النتيجه نورمال، عفوا النتيجه تكون شنو؟ بوزيتيف. ليش؟ لانه كميه كبيره اكيد راح تنفرز منين؟ من الليكوسايت. هذا الإنزيم اللي هو الليكوسايت استريز، فراح تظهر الستريب شنو عليها؟ موجب تتحسس. زين، البوزيتيف ليكوسايت استريز تيست ريزلت شنو؟ الانديكيتس بايوريا، إذا معناها شنو؟ أكو وايت بي سي ده تحلل، معناها أكو وايت بي سي، فمعناها ما يسمى بالبايوريا. طبعا البايوريا أكيد إذا موجودة معناها تعني أنه UTI، معناها أكو التهاب بالمجاري البولية أو الجهاز البولي. إذن أكو حالة خليها ببالك يسموها الاستيرايل بايوريا. الاستيرايل بايوريا دائما تصير في بعض الحالات مثل الأنالجيسيك نيفروباثي يسموها بالUTI، ليها سببها شنو؟ organisms اللي do not grow by standard culture techniques. مثل إيش؟ اللي ما ممكن انه نسوي لها كلتشر بالستاندرد تكنيكس، مثل الكلاميديا، مثل المايكوبكتيريوم، هذه مهمه جدا احفظها، هذا الكلاميديا مايكوبكتيريوم توبركلوسيس واليوريا بلازما يورياليتيكوم يورياليتيكوم. هذا من الحالات اللي ممكن يسبب لنا شنو؟ يسموها ستيرايل بايوريا. زين، نجي الى العنصر الاخر اللي هو البيلوروبين. البيلوروبين طبعا نفس اللي قبله، يجب ان يكون نيجاتيف باليورين. في حالات الاوبستراكتيف يسموها هيباتوبيلياري كونديشنز، اوبستراكتيف هيباتوبيلياري كونديشنز، وفي حالات يسموها الليفر ديزيز اللي هي الهيباتايتس مثلا. الكونجوجيتد اللي هو ووتر سولوبل بيلوروبين از اكسكريتد ان ذا يورين. في هاي الحالات الهيباتوبيلياري الأوبستركتيف هيباتوبيلياري كونديشنز، وفي حالات الليفر ديزيز مثل هيباتايتس راح ينفرز بالإدرار شنو؟ عندنا الكونجوجيتد بيلوروبين اللي هو يعتبر أو يسموه دايركت بيلوروبين، أو ما اللي هو يكون ووتر سولوبل، لذلك ينفرز وين؟ باليورين. طبعا هذا ممكن أنه يتحسس قبل ما يبدي الكلينيكال سيمتومز اللي هي الجوندس، قبل ما يبدي الجوندس ممكن نتحسسها بالستريب. زين، اليورينري بيلوروبين
قد تكون شنو موجود بكميات قليلة جدا باليورين. البيليروبين اكسكريتد ان ذا انتستين، اللي ينفرز الانتستين هذا شو يصير بي؟ تقدر تراجع محاضرة الجوندس اللي أنا شارحها سابقا. بعض من عنده شو يصير بي؟ ميتابولايزد باي بكتيريا، اكو بكتيريا خاصة تحول الى يوروبالينوجين. اليوروبالينوجين قد يصير ريابزوربشن بي عن طريق البورتال سيركوليشن، وكميات قليلة من عنده اكسكريتد باليورين وبالستول. الانكريزد يوروبيلوروبين، يوروبيلوروبين ليفلز اسوشيتد وذ شنو؟ وذ اكسسيف هيموليسيس. اذا بدنا ندير بالك عليهن. اذا زاد عندنا اليوروبيلوروبين، البيلوروبين اللي موجود بالدم بالبول عفوا، اذا شفنا الكميه كبيره، ليفلز مالته كميه كبيره، معنى ذلك اما عندنا هيموليسيس، اكسسيف هيموليسيس، او ليفر بارينكايمال ديزيزز مثل هيباتايتس، او كونستيبيشن، او انتستينال بكتيريال اوفر جروث. اذا قل اليوروبيلوروبين decreased levels، طبعا هذا شنو لها علاقه بمن؟ بالobstructive biliary disease، obstructive biliary disease and severe cholestasis. ما راح ينطرح باليورين. زين، خلصنا البيليروبين، وصلنا الى موضوع مهم جدا اللي هو البروتين، يورينري بروتين او البروتينوريا. هذا ركز عليه، الموضوع جدا مهم وتنسأل عليه دائما، واحنا نسأل عليه دائما باليورين، جنرال يورين اكزامينيشن. النورمال يورينري بروتينز الفاليوز هي اقل من 150 ملي جرام بير دي، اللي هي هاي الكميات عاده انديتكتبل باي يوزينج شنو؟ يورينري ديبستكس. طبعا الديبستكس هاي الاشرطه، هاي الأشرطة مالت اليورين تيستينج ما عندها القابلية أن تتحسس هذه الكميات اللي هي أقل من 150 ميلي جرام بير دي. اليورينري ديبستيك أونلي ديتكتس شنو؟ ذا بريزنس أوف ألبومين. طبعا هاي الشغلة الوحيدة المو حلوة بي الديبستيكس، إنه صحيح هي تكشف لنا وراءة البروتين، لكنه تكشف لنا بروتين نوع واحد اللي هو يسموه الألبومين فقط، لكن الجلوبيولين مثلا والإمينوجلوبيولينز مثلا ذنيتش ما راح تقدر تكشف. زين، اليورينري بروتين فاليوز اذا يمتك تكتشف الديبستكس، يمتى تصير بوزيتيف الديبستك، هاي مهمه الحكايه. طبعا اليورينري ديبستكس لها القابليه ان تكتشف البروتين باليورين اذا صار نسبته او كميته 300 الى 500 ملي جرام بير دي. هذه الكميه تعتبر عاليه، لذلك it is a very specific. ليش very specific؟ لأنه يكتشف لنا الألبومين فقط، لكن not sensitive. ليش؟ لأنه ما يكتشف لنا الكميات اللي أقل من 300 ميلي جرام. أوكي، فإذا important هذا الشيء، important كلش، especially to note in patients with مثل ما قلنا قبل شوية اللي هم عندهم diabetes، لأنه اليورين ديبستيك insensitive شنو for ما يسمى بالمايكروالبومينوريا. المايكروالبومينوريا ايضا مضره وتعتبر مضاعفات للدايابيتس ميليتس الانكنترول وغيرها، فلذلك الديبستيك ما ممكن نقدر نعتمد عليها بتشخيص البروتينوريا. اليورين should not be tested within 24 hours after a contrast study. هنا عندنا في المساله، إذا أريد نفحص البروتينيوريا والمريض إحنا مسوي له مثلاً اليوم contrast study، قد يكون CT scan مثلاً contrast with contrast، أو مثلاً ال IVP مثلاً وغيرها، حاول إنه ما تسوي اليورينري بروتين تفحصه خلال 24 ساعة من إعطاء الكونتراست، وإنما بعد مرور 24 ساعة من هذه الكونتراست هاي الصبغة. ليش؟ لأنه ممكن تنطينا false positive results، أنه موجود البروتينيوريا لكنه بالحقيقة ما. بالإضافة إلى ذلك، فإنه قياس البروتينيوريا بالديبستيك يعتمد على من؟ على اليورين concentration. دير بالك، مثلا إذا عندنا small amount من concentrated urine و small amount، الديبستيك قد يكون شنو؟
شو تسوي لنا؟ القراءة مالته تكون عالية over estimate the amount of protein. بالحقيقة هو normal احتمال أو قليل، لكنه الدبستيك راح يشوفه البوزيتيفيتي مالته عالية جدا، فهي يسموها over estimate the amount of proteinuria. بينما إذا عندنا large volume من dilute urine، urine مخفف وكمية كبيرة منه، الدبستيك شنو؟ underestimate قصر في الكمية مالته amount of proteinuria. هذه طبعا لذلك الدبستيك protein results يجب أن نسوي لها quantification، نفحص الكمية. زين، نفحص الكمية، نحسبها على أساس كمية وليس على أساس أنه positive فقط. وشون نحن نحسبها بهالطريقة؟ عندنا التريس تريس بروتينيوريا اللي هي تقريبا 10 إلى 30 ميلي جرام بير ديسيليتر، والبلس 1 يعني الصليب واحد، احنا نقول عليه صليب واحد تقريبا 30 ميلي جرام بير ديسيليتر، 2 بلسز صليبين تقريبا 100 ميلي جرام بير ديسيليتر، هذا يعني، وإذا جتك النتيجة 3 صلايب هذا يعني 300 ميلي جرام بير ديسيليتر، وإذا 4 صلايب هذا يعني 1000 ميلي جرام بير ديسيليتر. إذن هذه إذا سوينا لك كوانتيفيكيشن، إذا صار كوانتيفيكيشن راح نعرف الكمية مالته. إذن على أساس الكمية القراءة راح نقول هذا 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس، ال 4 بلس طبعا 1000 ميلي جرام بير ديسيليتر أو أكثر، نسبة عالية جدا. زين، نستخدم هالحالة، ما نقدر نعتمد على اليورينري ديبستيك في قياس البروتين باليورين، نستخدم شنو؟ طريقة أخرى اللي هي accurate more accurate test اللي هو السمو سلفو ساليسيليك أسيد تيست لـ SSA. هذا التيست ممكن أنه يكتشف لنا البروتين، كل أنواع البروتين باليورين وبأي كمية كانت، اللي هي الألبومين والجلوبيولين والبنز جونز بروتينز، الجلوبيولين إذن والألبومين والبنز جونز بروتينز، هذا ممكن نكتشفه في الـ SSA. هذا التست الـ patients with significant or persistent proteinuria should شنو undergo quantitative measurement of protein excretion. هذا مهم الـ patient اللي عندهم significant أو persistent proteinuria لازم نسوي لهم quantitative measurement، لازم نسوي لهم تيست نطلع به الكمية وليس وجود أو غير أو لا وجود. أوكي، هاي مهمة، وهذا ممكن أن نسويه بطريقة مزعجة طبعا حقيقة ما حد يتحملها، اللي هي أنه نجمع الإدرار لمدة 24 ساعة ونفحص به شنو، نطلع منه الكالكوليتين شنو the total urine protein to creatinine ratio، حتى نطلع شنو عنده هذه الريشيو اللي هو التوتال بروتين اللي نلقاه بهذه 24 ساعة سامبل 24 اور سامبل بروتين الى كرياتينين ريشيو. زين، هذه طبعا ناخذ من عنده، نقدر نطلع منه شنو عن طريق السنجل، يسموه سنجل راندوم سبيسيمن اللي هو جمعناه هذا بال24 ساعة. ال24 اور يورين كولكشن طبعا يكون ديفيكلت فور elderly patients او المرضى اللي هم عندهم incontinence، وال outpatient setting ما نقدر نقولهم تعالوا اجمعوا لي أنا مدة 24 ساعة إذا يجوك، فهالمسألة شوية صعبة يعني. لذلك نستخدم اليورين بروتين إلى كرياتينين ريشيو، تستخدم أو تفضل هذه الطريقة وتنطينا أيضا فد يسموها good correlation أو نسبة جيدة من الأكيوراسي ويا الـ 24 أور يورين بروتين ديترمينيشن. هذه الطريقة تعتبر سريعة، نطلع الكرياتينين، نطلع الكرياتينين بالدم ونطلع البروتين باليورين ونقسم البروتين على الكرياتينين ريشو. زين، يجب أن بعد ما طلعنا أو detected the quantification detection and quantification أكو بروتين والكمية ما تطلعناها، لازم نعرف شنو الـ etiology of proteinuria. طبعا هذا مهم جدا، يعني طلع عندنا proteinuria شو نسوي بعدين وراها؟ نظل صافنين نقول له والله عندك بروتين بالبول، عندك بروتين باليورين
وشنو الخطوة القادمة. لازم نعرف الـ source of proteinuria أو الـ cause of proteinuria. البروتينوريا ممكن نقسمها إلى transient و persistent أو persistent. زين. الـ overall proteinuria can be classified شنو؟ transient أو persistent. الـ transient proteinuria عادة تكون benign و self-limited. self-limited الترانزينت. لكن البرسيستنت بروتينوريا ممكن أن نقسمها إلى تقسيمات أخرى اللي هي glomerular, tubular أو overflow. إذن ممكن أن نقسمها البروتينوريا البرسيستنت, persistent الدائمية, البروتينوريا الدائمي ممكن أن نقسمها إلى glomerular, tubular أو overflow. هسه نعرف اللي نجي إلى نرجع إلى الترانزينت بروتينيوريا. الترانزينت بروتينيوريا المؤقتة ممكن سببها الترانزينت تشينجز بمن بالجلوميرولر هيمودينامكس. يعني مثلا increased excretion شنو of urinary protein اللي هو أسباب الآتية ممكن أن يسبب منه congestive heart failure. لنحفظ الأسباب congestive heart failure الفيفر ممكن strenuous exercise التمارين الرياضية العنيفة والسيجر disorders الستريس أيضا ممكن يأثر بعد الأورثوستاتيك بروتينيوريا. هذه هي أسباب الترانزين. الجلوميرولر بروتينيوريا ممكن سببها شنو؟ بسبب طبعا أكو عندنا ممبرين اللي هو الجلوميرولر كابيلاري وول. هذا الممبرين ممكن يقوم يعبر شنو بروتين. هذا يصير عندنا شنو increase filtration of albumin across glomerular capillary wall. سبب شنو؟ سبب هواي. مثل ايش؟ نيفروتيك سيندروم مثل ايش؟ او قد في بعض الاحيان الدايبيتك نيفروباثي, نيفروتيك سيندروم, glomerulonephritis والorthostatic بروتينوريا, كذلك الـ exercise induced proteinuria. هذه هي الجلوميرولر بروتينوريا. التيوبولر بروتينوريا سببها ممكن شنو؟ defective reabsorptive capacities in the proximal tubules of freely filtered proteins اللي هو ممكن شنو؟ سببه انه الريابسوربشن اللي وين اللي يصير بال proximal tubules يكون ديفكتيف. احنا عندنا بعض البروتينات تنطرح باليورين اللي هي غالبا تكون لو مولكولر ويت بروتينز. مثل ايش؟ مثل الاميونوجلوبولين لايت تشينز اللي هو اكسكريشن اوف نورمالي ريابزورب بروتينز. هاي سببها شنو؟ هاي لازم تنو ترجع تمتص بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز بالكدني. لكنه في بعض الاحيان الكميه كبيره اللي تنطرح واللي تصير بها فلتريشن العفو بال اي الري ابزوربشن هنا ديفكتيف. الري ابزوربشن شنو؟ ديفكتيف. فينطرح الزايد وين؟ باليورين. اسبابها طبعا اكيد الديفكت وين يكون؟ يكون بالتيوبولز اللي هو تيوبولو انترستيشال ديزيزز. يعني الاي تي ان, الاكيوت انترستيشال نيفرايتس, والفانكوني سيندروم. الفانكوني سندروم. النوع الأخير اللي هو الأوفرفلو بروتينوريا. أوفرفلو مبين من اسمه due to شنو؟ أوفر برودكشن of immunoglobulin light chains in multiple myeloma. هذا إني أسبابها شنو؟ المالتيبل مايلوما اللي هو إنه الأماونت مالت الإيمونوغلوبولين light chains شو يصير بها؟ exceeds the maximum amount for reabsorption in the tubules. زيادة كبيرة بإنتاج شنو؟ ال الاميونوغلوبولين لايت تشينز في حالات شنو؟ المالتيبل مايلوما, وفي حالات الشنو؟ المايوغلوبين يوريا. الى هنا ننهي هذا الجزء, نتبعه بالجزء الرابع ان شاء الله. نلقاكم على